نص كيلو لحمة مفرومة، ممكن تكون 10% دسم، 15% دسم، نسبة الدسم ما تبقاش عالية قوي، يستحسن ان هي تبقى اللحمة الى حد ما بيور ولكن مش لحمة بيور خالص، ممكن تبقى هي ال 15% ال 10% ممتازة. عايزين بصلة مفرومة، بقسماط مطحون قد ايه، معلقتين مثلا هنحط على النص كيلو. عايزين ملح وفلفل اسود، مش هنحط بهارات تانية خالص لان الصوص قوي جدا وطعمه واضح جدا، والكفتة هتاخد من الصوص ومن الخضار. الصوص عايزين له بصلة متقطعة جوليان، بصل أبيض أو أحمر مفيش مشكلة. عايزين جزرتين متقطعين حلقات، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وإذا عندنا جنزبيل كمان ممكن يبقى ثوم وجنزبيل مفرومين على بعض. فلفل ألوان مكعبات متوسطة، أخضر أصفر أحمر، عندنا لون واحد منهم أوكي، أخضر بس تمام مفيش أي مشكلة من اختيار ألوان الفلفل. عايزين كمان أناناس، إذا متاح عندنا الأناناس متاح، ما عندناش يبقى شيلوا الأناناس من الوصفة ومش مهم خالص، يبقى له بديل يعني هو بس إضافة، ولكن إذا مش موجود بنشيله. ممكن نحط بس معلقة سكر في الصوص لأنه طبعا بيضيف سكر شوية للصوص. عايزين ربع كوب صويا صوص، معلقة كبيرة باربيكيو صوص، معلقة خل، فلفل احمر حراق، وهنا بقى الميكس ما بين الحراق والسويت والساور والميكس اللذيذ كده اللي احنا بنحبه. بس كده وصفه سهله جدا جدا، جديده للي بيحبوا يعملوا اكلات جديده باللحمه المفرومه. احنا متعودين دايما بنشتغل بفراخ، متعودين بنشتغل بلحمه شرايح. انا بصراحه بحس ان اللحمه الشرايح ممكن تكون طعمها حلو قوي قوي قوي، ولكن مشكلتها الوحيده عندي انها بتاخد وقت في التسويه، فلو هنشتغل مثلا بانتركات ولا حاجه لازم نسويها كويس قوي الاول وبعدين نشتغل فيها. عايزه انقل ميه الرز الناحيه دي عشان عماله تطلع بخار علينا. عندنا هنا رز هنسلقه، فهحط الميه هنا كده، وعايزين الكبة عشان هنحط فيها اللحمة المفرومة والبصل والملح والفلفل والبقسماط. مفيش أي مشكلة خالص من إننا نشتغل بإيدينا من غير كبة، ولكن أنا عايزة الكبة لأنها بتنعمها قوي وبتدخل كده كل المكونات مع بعضها وبتخليها كأنها تمسك في بعض وتبتدي تعمل العرق ده. البصلة لو عايزين تضيفوا ثوم مفيش مشكلة، فص ثوم مفيش أي مشكلة خالص، بقدونس مفيش أي مشكلة خالص، ملح وفلفل أسود. قصدي اضربها جامد، اه عايزاها تنعم. ايوه بصوا بقى، نبص بس كده مع بعضينا هنا يا استاذ حمدي، يلا بينا. بصوا تلاقوها على طول هنا مسكت كده في بعضها وبقت ايه، حاجه واحده، ما بقتش زي اللحمه المفرومه زي ما كنا شايفينها قبل الكبه. اوقات بيبقى مهم واوقات بيبقى مش مهم، طبعا نقدر نشتغل بايدينا وجامد جامد كده تاخد وقتها، ولكن مع الكبه طبعا بتكون افضل بكتير. ده بيبقى على حسب الكوبايه اللي انت بتشتغلي بيها، لو بتشتغلي مثلا بكوبايه 220 جرام تحسبي بقى كل كوب 220 جرام لحد ما نكمل الكيلو، تحسبوا معانا كده 220 230 جرام يعني، على حسب برضو الكوبايه. نحط ايه؟ نحط زيت على، ممكن نحط لها كده سمنة او زبدة، يستحسن كانت تبقى زبدة يعني. وناخد الكفتة نكورها، نعملها كور. طبعا في الحالة دي بقى الكفتة بتبقى متماسكة، ليه؟ نعمناها كويس قوي 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 في الكبة. بصوا والكورة بتبقى لذيذة وماسكة نفسها كده وايه ولطيفة. يلا بينا الطاسه بس تسخن ونحطهم كلهم كده ورا بعض.
لو عايزه كله قد بعض اشتغلي بمعلقه معيار، معلقه معيار او معلقه الايس كريم عشان كله يبقى الى حد ما قد بعضه. نعمل الكور زي ما احنا شايفين كده اهو، سهله وبسيطه، ميت بولز حلوه كده وجميله. وزي ما بقول لكم هيفرق معاكم قوي 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 لو عملتوها في الكبه وحطيتوا معلقتين البقسماط. يعني احنا مثلا هنا شغالين بايه؟ بنص كيلو؟ اه شغاله بنص كيلو، او قولوا كمان 400 جرام، ما كانش نص كيلو بالظبط يعني 400 جرام. اه نشوف بقى ايه طلع لنا قد ايه، ياكل قد ايه لو كل حد مثلا بياكل ثلاثه. هيبقى لذيذ مع شويه الخضار، هيبقى حلو قوي. ادينا ايه كورناهم اهو، بس هي اصغر واحده اللي طلعت بقى ايه الاخيره دي، تقريبا كله قد بعضه. يلا بينا، يلا اهم ادي الطاسه. اتاري بقى انا ايه وانا برضو بكلمكم كده، الطاسه ما كانتش سخنه قوي برضو عشان ما كنتش انا بقى مشغله البوتاجاز. تعالوا نسلق الرز، عندنا رز كمان شويه هنعمله بالبسله والذره. تعالوا نسلقه، نحط ملح في الميه، ده رز بسمتي. لو رز مصري ما تسلقيش، الرز البسمتي بس هو اللي بسلقه. نحط كده، نحط كمان معلقه سمنه في الميه. اه عايزه زيت مفيش مشكله، عادي 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 ممكن زيت، بس انا بحب السمنه ساعات بتدي نكهه لذيذه كده مع الرز. يلا بينا. اه المنكهات بتاعتنا لو عايزين برضو تحطوا حبهان، ورق لورا، مفيش اي مشكله. وننزل بالرز البسمتي كده ونسلقه لمده 7 دقائق على النار في ميه بتغلي، والميه كتير زي ما احنا شايفين كده علشان احنا عايزين نسلقه زي المكرونه، الميه كتير جدا اهو، مش شايفين الرز، عشان لو قعد 7 دقائق في ميه قليله هيطلع لنا خبيصه، حاجه تانية خالص بقى غير الرز المسلوق. كرات اللحمه المفرومه واحده واحده، علشان انا لو نزلتها كلها والطاسه لسه ما سخنتش كويس قوي هتبتدي بقى تنزل ميتها وايه تبتدي تفك مننا وكده. الكرات الكفته دي ان شاء الله ما تفكش خالص خالص علشان احنا حاطين لها بقسماط وضربناها في الكبه فمسكت في نفسها كويس جدا. طبعا انا بقلب بايدي كل ست بيت عارفه موضوع التقليب بالايد ده، مش اي حد بقى يقلب بايده خالص. نحط بقى الكفته كده، بصوا بقى الكفته ما نزلتش ولا نقطه ميه، ما فكتش بالراحه كده في خلال فتره الفصل، كنت عماله اعمل لها كده وكده وكده. طبعا كل الكلام ده مش معناه ان هي استوت خلاص، هي 100% استوت، ولكن دي مش فراخ، احنا ما ينفعش الفراخ تستوي نص سوا، لا انا بحب الفراخ اسويها الهول خالص كده وابقى تمام اطمنت ان هي استوت وزي الفل. لو دي شرايح فراخ انا هعمل كده هسويها كويس قوي. هنا خلاص هي تمسكت تقريبا 3/4 سوا، باقي لها تكه جوه الصوص. تعالوا بقى نشيلها على جنب، مهم قوي ان الطاسه بتاعتك تبقى طاسه فاضيه كده زي ما انت شايفه وما فيهاش حاجه غير السمنه، ولا ميه، ولا ميه ملونه، ولا ميه جراي، ولا الوان، ولا حركات، ولا اي حاجه. كده احنا شغالين صح كده، الكفته بتاعتنا نزلت في الوقت المظبوط، الطاسه كانت سخنه وكله تمام. اوكي اوكي نيجي بقى في نفس ذات الطاسه زي ما احنا متعودين ان اهم ما في الموضوع هو الطاسه بتاعتي اللي انا شغاله فيها. اعمل ايه؟ هنزل البصل اول حاجه بالشكل ده واديله تشويحه حلوه كده. عايزين نشيل الرز اللي خلاص اكيد هو كمان استوى او اخد الدقايق بتاعته المطلوبه، صفيه خالص 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 من الميه كده. بشتغل فيه على فكره وهو سخن برضو، نشيل بس الميه، نسخن الحله اللي هنشتغل فيها في الرز، خلينا نسخنها كويس وبعدين نشوف ايه الخطوات اللي بعد كده. احنا شغالين في الحاجتين مع بعض. ادي البصل مش بشوحه واحمره، ولكن بديله تقليبه محترمه كده لمده دقيقه دقيقه ونص مش اكتر من كده. حطيت الجزر والبصل مع بعض، وبعدين هعمل ايه؟ هحط
الفلفل الالوان بس، ثوم وجنزبيل اوكي. انا بحط الخضار زي ما احنا شايفين كده وبديله تشويحه على نار عاليه بحيث برده ما ينزلش ميته. حطينا بصل وثوم، حطينا الفلفل الملون، الجزر، التقلبتين الحلوين زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى التاتش بتاع الفلفل، تعالوا الاول نحط الفلفل ده، الفلفل الحراق الارناؤوطي. تقدروا تحطوا فلفل حامي لو عايزين، مش شرط الحراق الناشف ده، او مش شرط الشطه يعني. وبعدين هنزل بالباربيكيو صوص، اللي عايز يحط باربيكيو صوص تمام، اللي مش عايزه يشيله، اللي عايز يحط معلقه كاتشب تمام، اللي مش عايزه يشيله براحته. تعالوا بقى نحط ايه كمان، الصويا صوص. انا حاسه ان انا هحتاج نشا، عايزه انشي، اعمل صوص كده فيه شويه نشا للصوص ده. بصوا بقى نحط الاناناس كده اهو، وزودوا لي معلقتين صويا صوص كمان بالمره، شكرا. ندي الكلام ده غلوه. تعالوا نبص على ده السمنه تمام من بدري. بصوا بقى الرز كان المفروض ينزل سخن اكتر من كده، بس تمام. يلا نقلب نقلب كده بسرعه على طول تسلقي. ده احنا لسه ما عملناش البصلايه بتاعته. استنى حط البصله سريعا سريعا كده، البصلايه على التومه. بصوا بقى الحله وهي سخنه وجميله تسعفك ازاي. يلا بينا. حطيت بقى هنا مع البصل والثوم، حطيت شويه ذره، حطيت شويه بسله بالشكل كده اللي احنا شايفينه. عندي شويه ذره باقيين هحطهم هنا كمان، حاسه هيبقى طعمهم حلو قوي مع الصوص ده. بحب الذره مع الصويا صوص جدا. الصويا صوص لما نيجي نستخدم صويا صوص حاولوا تجيبوا دايما الدارك اللي مكتوب عليها دارك وغامقه، بلاش اللي مكتوب عليها لايت، بتبقى خفيفه قوي. يعني شغاله دلوقتي تقريبا اللي انا شغاله فيها دي لايت، فانا بحب القليل جدا فعلا، القليل من الصويا صوص. الدارك احسن من الكتير بتاع التانيه الخفيفه. تعالوا بقى ايه نحط الرز. يلا بينا ننزل بقى بالرز كده، ده رز مسلوق ومستوي، ياخد له بقى شويه بخار حلوين كده وخلاص. هيحتاج ايه؟ يحتاج شويه ملح زياده، احنا ملحناه وعطرناه وكله تمام، ولكن هيحتاج شويه ملح زياده. يلا بينا، ملح، رشه فلفل اسود لو بتحبوه زيي، انا بحبه على الرز المسلوق قوي. نقلب كده. نعم الصوت بعيد يعني، انا سامعه بس مش قوي كده. اوكي. ايه بقى الحل دلوقتي؟ نعمل ايه بقى؟ عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ ولا اي حاجه، لو عندكم بقى بصل اخضر حطوا شويه بصل اخضر كمان، بيدي طعم حلو قوي للرز. هنحط تقريبا ربع كوبايه ميه كده، وبعدين نقفل. فين الغطا؟ ده تقريبا مش غطا، ده مش غطا الحل. طيب تعالوا نحط، ممكن احط النشا ولا ما ينفعش؟ طيب يلا، عايزه احط شويه النشا مع الصويا صوص مع الميه. ثانيه واحده، ميه ساقعه بس او بارده، ما تبقاش ميه سخنه، علشان نرجع الكفته مع الصوص بقى. نعمل كده شويه نشا بس ننشي بيهم الموضوع، وكده سايباها بقى على نار هاديه مع نفسها خالص، بس هي بقت زي الفل. لو تقدروا تبصوا عليها كده تمام قوي، كميه الصوص بقت حلوه لذيذه خفيفه زي الفل. الكفته هنقدمها كده في صينيتها زي ما هي، شكلها حلو قوي، وحاسه ان انا ايه عايزه اقدمها زي ما هي.
شويه رز بقى، انا افتح الحله الاقي البخار ده بقى في منتهى السعاده. بص الرز المفلفل بتاعنا، التبهيره حتى الروايح اللذيذه بتاعته، ريحه الزبده، ريحه السمنه، الورق اللورة، كل الحاجات، والبسلة والذرة اختراع، أحلى ميكس. بحب البسلة والجزر بس البسلة والذرة أحلى بصراحة. يعني شوية رز بقى مفلفلين كده، شايفين الرز البسمتي بيطلع حلو ازاي لما بتعمل صح؟ منور. نحط له شوية فلفل أحمر مثلا، يلا بينا كده اهو، بس خلاص زيناه. يلا نحطه هنا شوية ايه، فلفل احمر من فوق.